مشكلة شائعة جدا وخاصة عند النساء، الدهون الزائدة حول الوركين والفخذين. تابعوا هذا الفيديو للآخر، خليكم وياي ولا تنسون تشغلون جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل شيء جديد من قناة طبيب فيت. تخزين الدهون عند الرجال تكون حول معدتهم، ولكن عند النساء عادة تكون حول الفخذين والوركين. هذا الشيء يرجع إلى مستويات الهرمون الاستروجين عند النساء اللي يؤدي إلى تخزين الدهون في الأفخاذ وفي الوركين بدل ما أن تتخزن الدهون في منطقة البطن. رغم أن الدهون الحشاية تكون أكثر خطورة على الصحة، ولكن تراكم الدهون اللي تكون في الجزء السفلي للنساء تؤدي إلى مشاكل جمالية، مثل تكون أن السيلوليت أو ظهور الجسم بشكل عام على شكل الكمثري. لذا الخطوة الأولى هي التوقف عن التركيز على خسارة الدهون في الأفخاذ بشكل خاص، وتحويل التركيز إلى خسارة الدهون العامة في الجسم. يحاولن ممارسة تمارين الفخذين اللي يجدنها على الانترنت على أمل تنحيف الجزء السفلي من جسمهن، ومع ذلك على رغم من وجود تمارين معينة تساعد في تحسين شكل الجزء السفلي من الجسم. أفضل طريقة لذلك هي من خلال النظام الغذائي، ولكن ليس في اتباع النهج التقليدي للحمية الغذائية البسيطة اللي هي تكون عن طريق تناول عدد أقل من السعرات الحرارية. لكن المشكلة هي أن حتى إذا كنت تتناول سعرات حرارية أقل، إذا كانت هذه السعرات لا تزال تأتي من مصادر مثل المواد المصنعة والعالية بالدهون أو السكر، فمن المرجح أن تسبب مقاومة الأنسولين التي تعيق فعليا فقدان الدهون. وبدلا من حرق تلك السعرات الزائدة في اليوم، ستبقي الجسم أيضا لتعويض تلك السعرات المفقودة. بدلا من أنك تتبع السعرات الموجودة في الأكل، مهم جدا أيضا أنك تعرف نسب الغذائية الأخرى. فبمجرد أنك تحصل على نسب الغذائية الخاصة، يمكن أنك تتناول السعرات الحرارية والنسب الغذائية بطريقة تتناسب مع حالة جسمك. بالنسبة للنساء اللي عندهن تراكم الدهون في الأفخاذ والوركين، فمهم جدا أن يكون عندهن حمية غذائية متقلبة وليس بالاستمرار، لأن الالتزام بالحمية لفترة كافية ما راح توصلك للدهون المخزنة في الفخذين. الدراسة تقول أن هاي الطريقة للحمية لمدة أسبوعين واستراحة لمدة أسبوعين تساعد في فقدان الدهون بشكل أكبر مع الاستدامة. ولازم ان تقوم بتغيير الكمية اليومية من الكربوهيدرات او الدهون بشكل رئيسي، ولكن مع الحفاظ على البروتين في الجسم. وهذا امر مهم جدا، لان عدم الحصول على كمية كافية من البروتين هي مشكلة كبيرة تواجهها العديد من النساء. ولا تنسي بناء العضلات والسيطرة على الشهية وزيادة التمثيل الغذائي اللي تأتي مع تناول نظام غذائي عالي بالبروتين. فبمجرد ان تحرق الدهون، فاكيد من الممكن انك تحصلين على مؤخرة مستديرة تماما وساقين نحيلة ومشدودة، ولكن الطريقة الوحيدة لضمان وجود جسم سفلي مشدود هي اتباع الخطوة الثانية، وهي التركيز على زيادة القوة من خلال تمارين رفع الاثقال. فالعديد من النساء يخافن من استخدام الاثقال لان عندهن مخاوفات من زيادة حجم العضلات، ولكن الدراسات تقول ان رفع الاثقال يساعد النساء فعلا على الحصول على جسم محدد اللي هن يرغبن فيه، وايضا يساعد البروتين والكربوهيدرات والدهون اللي تتناولينها تتوجه لبناء العضلات بدلا من تخزينها كالدهون في الجسم. ففائدة اخرى لبناء العضلات انها تساعد في زيادة التمثيل الغذائي، على الرغم أن لا يمكن استهداف الدهون الموجودة فوق الفخذين، فيمكن استهداف العضلات مثل الأرداف والفخذين والساقين لتحسين شكل العضلات. راح أعطيك ثلاثة أفضل تمارين للأرداف والفخذين، ونبدأ أولا بالقرفصاء العميقة. القرفصاء العميقة ممتازة لتمدد الأرداف وتحدي العضلات الخلفية للفخذ أكثر من القرفصاء المتوازي العادية، ولكن تذكري إذا كانت ركبتك تزعجك أو إذا كنت مبتدئة، فإن الغرفصاء المتوازي لا يزال فعالا أيضا. راح تحتاجين إلى رفع شريط الأثقال ووضع على العضلات العرضية للظهر، ومن بعدها تفتحين القدمين قليلا أكثر من عرض الكتف مع تدويرها قليلا إلى الخارج. فتأكدي أن صدرك مستقيم وموجه نحو الإمام، وأنك تحافظين على منحني طبيعي في أسفل الظهر.
ولا تنسين انك تكرر الحركة لعدة مرات محددة. التمرين الثاني هو الخطوات المشية. هذا التمرين رائع لشد الساقين وخاصة لعضلات الخلفية مثل الأرداف والأفخاذ. فابدي بأخذ الأثقال الصغيرة اللي هي تسمى الدامبلز، ثم الخطوة الكبيرة اللي هي راح تكون إلى الإمام. وضعي قدمك الإمامية بشكل مستقيم على الأرض وارتفعي على أصابع قدمك الخلفية. فعندما تكونين في وضع البداية انخفضي عن طريق ثني الركبتين وإسقاط الركبة الخلفية مباشرة إلى الأسفل. من بعدها قومي بالوقوف والخطوة إلى الإمام من الجانب الآخر للقرفصاء الثاني، وكملي هذا الطريقة بالتناوب. التمرين الثالث والرائع للفخذين هو الصعود على المنصة. فأكيد للصعود على المنصة راح تحتاجين ببساطة إلى منصة تكون عند المستوى الركبة، وستمسكين بالدمبلز أو الأثقال لجعل التمرين أكثر تحديا. ثم ضعي قدمك الواحدة بشكل مستقيم على أعلى المنصة، ومن بعدها ادفعي بقدمك الخلفية وقومي بالوقوف بساقك الإمامية ووقفة مستقيمة. من بعد ذلك انخفضي مرة أخرى وكرر الحركة للجهة الواحدة قبل التبديل إلى الجهة الأخرى. فثلاثة أو أربع مجموعات من كل تمرين بالأثقال لازم أن تكون كافية للحصول على تمرين جيد للساقين. فإذا ما قدرتي الوصول إلى الأثقال وقمتي بعمل هذه التمارين في المنزل بوزن الجسم فقط، فيمكن استخدام مجموعات وتكرارات إضافية، فيمكن أن يكون لها تأثير كبير في تحسين شكل العضلات على الفخذين. تمارين الهوائية تساعد في حرق الدهون الإضافية، ولكن وضعناها في المرتبة الأخيرة عمدا لأن أغلب النساء يقومن بممارسة الكارديو بشكل زائد وينسن ممارسة التدريب بالأثقال. على الرغم أن الكارديو أو تمارين الهوائية تساعد في حرق الدهون، ولكن إذا كانت خطة التدريب الخاصة تعتمد بس على الكارديو دون التدريب على الأثقال، فمن المؤكد أن راح تفقدين بعض الكتل العضلة اللي موجودة في الجسم. ووقت آخر ومناسب لإضافة الكارديو هو من بعد ما أن تقللي بالفعل من السعرات في الأكل بشكل كبير، ولا ترقبين في مواصلة تقليل استهلاك السعرات بشكل أكبر. فالنقطة الأساسية أن لا تكوني مدمنة على الكارديو. قومي بإضافة الكارديو ببطء، على سبيل المثال المشي لمدة 15 إلى 60 ثانية بين كل فترة ركض. ممارسة الكارديو بهذه الطريقة راح تساعدك على الحرق المزيد من السعرات في وقت أقل من التمارين الهوائية ذات الشدة المستمرة المعتادة مثل الجري على جهاز المطحنة على سبيل المثال. إذا عجبكم هذا الفيديو واستمتعتوا به فلا تنسوا تشغيل جرس الإشعارات وتابعوني في فيديوهات قادمة من قناة طبيب فيت. مع السلامة.